بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء أعزائي طلاب الصف الأول والثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه الحلقات توصل لمزيد عام دراسي 2022-2023. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض بقية 4، خلصنا بإذن الله درس 4 و5 و6 من قسمنا، نبدأ 5 إن شاء الله. تيجوا معايا تابعوني لكل جديد ومفيد إن شاء الله. فضلا الله يسلم الله غير الشرف القناة مستخدمة الجرس كنتم كل حصلوني كل جديد حتى تدعموني وشجعوني على شبه فضلا إن شاء الله. كما أنا بعمل لايك في الفيديو حتى أصل لايك والعدد ممكن من الطلبة كي يستفيدنا زي شطحات لأداء الله أداء الله والله تمنى أن نكون إن شاء الله في قناة. ده نبدأ شو كده مع بعض من فور في أي making new friends. تكون صدقة دي عنوانها making new friends. lesson 3, 4, 5, 6 vocabulary كلمات synonyms مضافات not names of set language نص لغات لغوية writing skills مهارات كتابية. أول كلمة عندنا radio show. radio show شو عارفين معنى عرض طبعا. radio show عرض بالراديو. radio show عرض بالراديو. radio show. next word host noun verb. host noun ضيف verb يستضيف اسم ضيف فعل يستضيف هي host برضه اي ضيف يستضيف host مضيف يستضيف okay. host مضيف يستضيف okay. noun verb. next word هنا بقى في hostess ستة متصدفة في hostess مضيفة hostess okay. مضيفة في المنزل طبعا hostess okay. تطهر اسمها air hostess تطهر اسمها نحط بايت و air hostess نضيف جوية المنزل hostess hostess. next guest noun نضيف guest ضيف أو ضيفة طبعا guest noun اسم نضيف okay. هنا عندنا ايه تاني بولي بولي ده verb و noun بولي verb و noun verb يعني بلطي يتنمر noun بلطي أو متنمر بولي تنمر يبلطي نون متنمر بلطجي فعل واسم بولي okay. بولي في منها بولينج برضه نون لوحدها كده طبعا انا بلطجي وتنمر بولينج اوكي okay. بولي الاثنين بولينج نون فقط بولي بولينج. next fortune equal luck synonyms مضيفين معناهم الحظ اوكي fortune luck fortune تاني equal wealth الله معنى ثاني معنى ثروة وهي فورشن برد سونيمز برد مضيفي فورشن معنى لك معنى ولث معنى حظ معنى ثروة فورشن لك فورشن ولث اوكي سونيمز. next word سوى منها فورشنت adjective سوى لكي سونيمز برضو وحظوظ مضيفين فورشنت لكي فورشن حظ لك fortunate son of wills fortunate lucky fortunate lucky محظوظ صفات fortunate lucky fortunate lucky طيب الواجبات fortunately سوى luckily adverbs ظرف أو حال حسن الحظ أو سوى حسن الحظ okay fortunately fortune luck حظ fortune wealth ثروة fortunate lucky محظوظ fortunately luckily وحسن الحظ. وطلعنا بقى في البداية كده عن طبعا unfortunately و unluckily و adverbs ظروف أو أحوال سوء فعل unfortunately unluckily سوء الحظ يعني دول بتاع دول عكس دول دول عكسهم عكس بعض أربعة دول عكس من دول عكس من دول يبقى fortune luck حظ fortune ورث ثروة fortunate lucky محظوظ fortunately luckily حسن الحظ unfortunately unluckily سوء الحظ. next word good at clever at skilled at باصون نيمز عام مضيفات good at clever at skilled at كايت في او ماهر في good at English clever at football skilled at playing football okay كايت في او ماهر في next good for equal useful for synonyms برضه مفيد لي
مدخول يصف فور، يعني مفيد دي ثلاث حرف جر ثلاث المعنى، آت ويات فيه قول مفيد دي مع جود. أوكي جود آت كبر آيس كدات then good for useful for next good to other people لطيف مع الآخرين جاد معاهم يعني. أوكي يبقى good at good for good to لما الفرق بينهم أظن واضح مش محتاج تفسير يعني معاني كلمات good at ما حاجات فيه good for مفيد دي good to جاد معه لطيف معه أوكي good at for to next love بحب الغوص بتاعها هي تاوت سلايد عكسها التنين بتاعها يقرا هي سلايد تنين معناها يقرا طبعا الله الله معناها لايك يحب العكس هي سلايد يقرا لوف اوبوزيت هي سلايد التنين هي سلايد العكس هي سلايد يحب ويقرا تينيج بنعمل معنى سن المراهقه تينيج تينيج سن المراهقه طلعت تينيجر معناها ايه؟ مراهقة مراهق شخص بقى تينيجر سن مراهقة نعمل برضه تينيجر نعمل برضه معناها ايه؟ مراهقة أو مراهق شخص بقى نفسه تينيجر سن تينيجر شخص اوكي تينيجر سن مراهقة تينيجر مراهقة أو مراهق next word negative positive opposites عكس بعض antonyms عكس بعض سلبي وإيجابي negative سلبي وبوزيتيف إيجابي نيجاتيف سلبي بوزيتيف ايجابي وطول ما الواي سلبي ايجابي هنا طول ما الواي كانت نيجاتيفلي بوزيتيفلي ادفيربس ظروف او احوال يعني سلبيه بايجابيه بوزيتيفلي نيجاتيفلي نيجاتيفلي بوزيتيفلي اوكي يبقى نيجاتيف بوزيتيف ادجكتيفز بوزيتيفلي نيجاتيفلي بقت ادفيربس اوكي نيكست في فرق اسمه افكت يكون الزنين بتاعه الكنوز بتاعه انفلونس يؤثر على ما فيش على مكتوبه هو معناه كده افكت يؤثر على انفلونس يؤثر على من الحرف الغلط اوكي يؤثر على اثنين مش حرف الغلط طيب افكت الاسم منه افكت تاثير قبل منه هاف او هذا او هاد حسب ما نقول وبعد منه اون حرف الغلط اون وتوالب افكت اون له تاثير اعلى هذا افكت اون له تاثير اعلى اوكي بمعنى الجمله smoking affects health negatively ترجمها ازاي التدخين يؤثر على الصحه بشكل سلبي يبقى تؤثر على الصحه مش حرف غلط اوكي بس النيجاتيف دي تاثير يؤثر فعلا نبقى ادفل الواي وهم في سنة تبد ما لي افكت قوات ما هم افكت والله سموكينج ده الفعل عايز فعل بدل بالتهاب زمن ايه مستر افكت زمن ايه مين عارف مضرب على هس افكت وهذا ما بعد هس مهم يهز صح يعني افكت ماله سلبي حاول تنصفه ازاي اشيل ايه الوار واحطها فين قبل افكت الصفه قبل الاسم هتقول بوي expensive car يبقى smoking has a negative effect وبعدين on على ايه on health طيب smoking شلنا ده حطينا هذا ان المضارع على اس يبقى has a negative شلنا ال y وصفة ده تحول لاسم يعني smoking has a negative effect on health smoking has a negative effect on health نو تأثير سلبي على الصحة اللي سلبي التأثير نو نو دي أجيكتب اللي سلبية بأثر على العذبة ومن تاني الكسو healthy food الأكل الصحي has له a positive effect تأثير إيجابي on health على الصحة عشير effect multi effect عشير effect عشير معي تاني ما has ليه حط effect فاني زمن وزن ضرر ليس بأفكتس بهيلث فود أفكتس بيصل على إيه؟ فعل فعلهم هذا المفعول على إيه؟ الصح بأفكتس هيل على إيه بيصل عليه إزاي؟ بإيجابية أو ده الأدفر ده الواي بوزيتيف بس بقى هيلث فود أفكتس هيلث بوزيتيف
وصلت؟ أنا بوصف الإفكت، أنا بوصف الإفكت. وصف أنا اسم، أنا بوصف فعل. أوكي؟ يبقى smoking affects health negatively، يعني smoking has a negative effect on health. Same meaning. طيب healthy food has a positive effect on health. يعني healthy food affects health. Positive. برضه same meaning نفس المعنى. أوكي؟ أظن كده واضح. بعد كده next word. A 15 year old boy. ولد عندي 14 سنة. طب ليه جنبها 15 آه؟ مجمع. والهادي قبل المفرد. أبوك كتاب واحد ون يعني معنى ون. ده زي 15 يعني. قال لك 15 year old then صفة للولد. صفة للبوي. مش كده؟ 15 year old صفة. يعني دي معلش years. 15 year old. ودي صفة للبوي الولد. والصفة لا تجمع. At all boy. At all boys. Expense of car, expense of cars. اسم النجمة، صفة لا. Okay. 15 year old boy, 15 عام. نقول ايه؟ 10 minute break, 10 دقايق راحة. ده 10 minute مش minutes. عشان دول صفة البريك، صفة الفسحة. يبقى 10 minute break. Okay. An hour walk, ساعة مشي. An hour دي صفة للمشي. فأنا أوروك. أوكي؟ سهلة. مش محتاجة يعني. Next word. شوف بعد كده عندنا إيه؟ Next. Cold. يدعى يسمى. Cold. يسمى ويدعى. Cold. أوكي؟ Cold. Next. Real. Adjective صفة معناها حقيقي. Real. Real. حقيقي. أوكي؟ Real. منها بعدين الوقت وبعدين إيه؟ بعد أدفر. أنا حقا. ريلي ريلي حقا ريلي حقيقي ريلي حقا وطبعا ريل الصفة طبعا اي تي واي طبعا رياليتي بات ناو معنى الحقيقة ريل ريلي رياليتي ترتيب نحفظ الترتيب كده ريلي حقا للواي بات حقا طبعا اي تي واي بات حقيقي بات ناو الحقيقة وصلت هنا حفظ ريل ريلي رياليتي وصف سهولة جدا وسريع جدا وأفضل أكبر قدر من الكلمات الطريقة دي نفس كتير جدا وعلى طول ما نتعبش okay. real really reality next a hard equal difficult synonyms مرادفينهم adjective صفات نفس المعنى معنوية صعب hard lesson difficult lesson تاني بقى hard equal solid يعني المصل iron الحديد is hard wood is solid يعني صلب تاني hard اجي صفة بقى هنا احسها soft okay اصبحت hard اللي هي تلات معاني صعب وصلب وصلب صارت معنيين صعب وصلب صعب يكون difficult صلب يكون solid صلب عكسها soft okay hard difficult hard solid hard soft next word hardly adverb معناها بصعوبة أو بالكاد ليه بالكاد يعني there's hardly any water in the glass مفيش ماء خالص نقطة ونصين يعني okay okay next word chess معظمنا عارف الشطرنج chess chess شطرنج okay next word hide hid hidden ده فعل عن verb طبعا فعل hide بعض بتوع هيد فتر بتوع هيدن مخبي او يخفي hide hid hidden hide hid hidden next word ركساك حبيب الزهر ركساك ركساك ما ركساك okay next word Terrible, awful, adjectives, صفات, synonyms, مرادفين يساووا بعض. Terrible, awful, يعني رهيب أو فظيع أو سيء جدا. Terrible, awful, رهيب, فظيع, سيء جدا. Terrible, awful, synonyms, adjectives, صفات, يساووا بعض في المعنى, أنه رهيب, فظيع, سيء جدا. طول من اللغة الاثنين, الواي, terribly, awfully.
بهم adverbs أحوال أو ظروف، يعني بشكل رهيب، بشكل فظيع، بشكل سيء جدا. مثلتلي awfully بشكل فظيع، بشكل رهيب، بشكل سيء. مثلتلي awful رهيب فظيع سيء. terribly awfully بشكل فظيع، بشكل رهيب، بشكل سيء. terribly awful terribly awful. okay next. scare. scare ده فعل معناه يخيف، يخوف. scare scare someone خوف شخص، يخوف يخضه. scare الطلها دي ما تعجب بها الصفة. scared خايف. I'm scared of the dog. نحن نتكلم scared of، خايف من الكلب. okay وطلع ing scaring بعد ايه؟ مخيف. The dog is scary. كلب ده مخيف. سهل كده الحظ. scare يخوف، scared خايف، scaring مخيف. سهل الحظ جدا جدا، يعني سهل الحظ جدا. الطريق حلوة، الطريق جميلة يعني. scared scared scaring. okay طيب next word behave. verb فعل معناه تصرف ويصدر. behave تصرف يصدر. behave تصرف يصدر. next word نوع منها بقى behavior. noun اسم معناه السلوك أو تصرف. behavior behavior behave behavior سهل احفظها برضه. behave behavior طريقة جميلة جدا، سهل في الحفظ، تعرفش فيه ما تنساش كمان في نفس الوقت. behave behavior. next word make it clear يجعله واضحا أو يوضح. يعني the teacher made the lesson clear، وضح الدرس، خلاه واضح. إيه هذا على حاجة غلط طبعا. make it clear يوضح. okay طيب write adjective. لوز بتاع رونج، أنتوني بتاع رونج. write على حق أو محق، رونج مخطئ. write على حق، رونج مخطئ. double silent. write wrong. adjectives صفتين. opposites antonyms عكس بعض. أنام على حق، مخطئ. right wrong right wrong. سهلة؟ شو غيره؟ ندري. get along with equal communicate with تواصل مع. get along with سنين بتاعها communicate with تواصل مع. synonyms نضيفينهم لبعض في المعنى. get along with communicate with تواصل مع. next to have a problem with يعني له مشكلة مع، عنده مشكلة مع حد ومع شيء يعني. have a problem with سهلة. have a problem with. next however. however دي معناه ومع ذلك. however however however. next word borrow was to lend يستلف يسلف، يقترض يقرض. lend مضيع lend lend. طبعا دول verbs أفعال. برو مضي بتاع بليدي، صفتها بليدي. برو برد برد. برو هو بس بتاع لند، بتاع لند عكسها لند. لند تصرفها لند لند اهو. يستلف مقود او يستلف كتاب يستعيره او يسلف او يخرج. اوكي برو لند، لند مضيع لند لند. next او without بدون. without بدون بدون. اوكي without. next drop يسقط أو يوقع. يوقع أو يسقط. drop drop نفس الفعل. drop يضرب the phone، وقع التليفون أسقطه. okay drop drop. next angry with or one man with someone. told with بعد شخص. I'm angry with my friend. okay angry بقى بشيء بشيء. angry about or of something يعني أرض من شيء. وأنا I'm angry with it, my friend. Someone else. طب هنا angry about of the problem. لأن المشكلة. Next word. Anger بعد النوم. الاسم. غضب. Anger. Angry. Anger. With شخص about of some شيء. Anger غضب. Next word. لافت لافت لو يضحك. طب لافت يضحك على ويسخر من. وول لافت ذا فيلم ذا فيلم. دونت لافت بور بيبل لتسخر من الفقراء. الاسم منها
لافتر طلعت اي ار لافتر ضحك والله فقعت لافتر والله فقعت لافتر نكست find adjective أو سان كاين صفة أتلي مثال كاين صفة سان كاين كاين طيب عاطف أم كاين دقاسي إيه كاين طيب عاطف أم كاين دقاسي نكست وانتهت يشير على شخص بسخرية وانتهت وانتهت نكست فيل فلت فلت صفتها فعل فيرب يشعر فيل فلت فلت فيل فلت فلت next word leave left left برضو فيرب فعل leave left left يترك بوادر طب leave for يذهب إلى leave for school يذهب إلى المدرسة okay next cheat cheat verb ونوم فعل واسم cheat فعل غش اسمها الشاش cheat cheat okay cheat cheating violation of يعني جدوة ليش cheating next word nurse noun verb مريضة ممرض يلا المرضى يعني nurse مريضة ممرض noun مريضة verb ممرض اسمه فعل nurse طيب village noun بمعنى القرية village قرية village okay village villager اختلاط بأتي قروي يعني شخص بيعيش في القرية village villager village villager next friendly ودود ود okay then the Egyptians المصريين are friendly people الناس ودودين The teacher treats us friendly. بيعملنا بود. Okay. Friend. Friendly. نقول منها friendship. اسمها معنى صداقة. وطبعا ده ممكن friend لصديق. قلت منها friendly. ودود بود. Friendship الصداقة. Friendly friendship. Next. A safe. هاجي كتبونه. أو زبطة dangerous. آمن. وخطير كده أو خزنة أمن أو خزنة وخطير عكسها أي أمن أو خزنة سيف خطير عكس سيف لا أمن عكسها خطير مش عكس خزنة طبعا سيف دينجرس نكست لو من سيف سيفتي طلع تي واي سيفتي الأمن أو الأمان سيف سيفتي أي سيف سيفتي Next. Break, broke, broken. Yaksar. Break, broke, broken. Break down noun to the fusha or raha. The break word. نفس break. Okay. Nursing. تمريض. رعاية المرضى. Nursing. Nursing. Okay. Nurse. Nursing. Next. Police officer ضابط شرطة أو ضابطة طبعا ستة ورقة police officer police officer كلمة police بقى الشرطة ناون اسم ده collective noun يعني اسم جمع شامل ضابط عوزي ما فيش من المفرد من بوليس مش من المفرد هي بوليس ار يعني هي زي طب ما بتاعي بوليس مان طلب امان ما تيجي معه طب بولس من تيجي مع من بس طب بولس أوفيسر بولس أوفيسرز بولس زي ما هي ما تجمعتش ما تخيل أو طول يعمل طب بولس آر أوكي طب بولس من إز بولس من آر بولس أوفيسر إز بولس أوفيسر آر بولس دي زي مفرد طب بولس من أو بولس أوفيسر أوكي نكست ليست ناون فيرب اسمها القائمة verb يكتب قائمة اللي هي list برضه list noun verb قائمة أو يكتب قائمة list okay قائمة أو يكتب قائمة مستند باب الحمد لله عايز إلى آخره يعني next
مس ذا فيرب فعل يفقد يفتقد شخص انت وحشني I miss you ويفقد شيء I miss my pen okay. يمس شخص ويفتقد أو يحاشك miss something يفقد شيء زي منه ما هي miss برضه طب missing بقت noun something missing شيء ناقص أو مفقود okay. Okay. طيب our opinion equal point of view synonyms وظيفين بناون رأي أو نظر point of view opinion opinion point of view what's your opinion ما رأيك فيه what's your point of view وجهة نظرك إيه that's the same meaning okay. point of view opinion opinion point of view next debates debate بناون هنا مناقشة ونظرة debates debate نظرة ونقشة أو نقاش debates next careful adjective صفة الوصف بتاع careless عكسها التنوين بتاع careless عكسها careful حريص careless مؤمن okay دول antonyms opposites عكس بعض careful حريص careless مؤمن careful careless okay careful careless next احترم بقى اللي وايل دول بس carefully carelessly adverbs ظرف او حال carefully بحرص carelessly بإهمال careful careless صفات حريص مهمل carefully carelessly adverbs بحرص او إهمال okay سهلة careful careless carefully carelessly next أجري وافق أو استطاع تسجري أو رفيوز يرفض okay. أجري تسجري رفيوز opposites عكس بعض antonyms أجري عكسها تسجري أو رفيوز يدي يدي طب أجري وافق تسجري رفيوز يرفض أجري تسجري رفيوز next agreement هنا agreement الأجري طلع من بات agreement بات noun الوصف بتاعها بتاعها refusal عكسها هي refusal يعني موافقة ورفض agreement موافقة refusal رفض agreement موافقة refusal دي رفض opposites antonyms عكس بعض agree agreement agree refuse refusal دول verbs دول nouns أسماء agree سيري refuse agreement refusal next polite adjective صفة الأوبس بتاع عكسها impolite أو rude polite يعني مهذب impolite أو rude واقع غير مهذب impolite مهذب مؤدب impolite أو rude غير مهذب أو واقع polite adjective صفة الأنتونيم بتاعه الأنتونيم بتاع الأوبس بتاع impolite rude بلايت مهذب مؤدب أحسن بلايت رود معناه غير مهذب أو واضح بلايت بلايت رود بلايت بلايت رود نكست طلب عين الواي بعد بلايتلي بعد أدفر بظرف أو حال الوصف بتاعها من بتاع عكسها رودلي بلايتلي بوقاحة أو غير أدب يعني بلايتلي بأدب دي الثانية بوقاحة رودلي أو بلايتلي بلايت بلايت رود بلايتلي rudely and politely. Okay? سهلة جدا. Next. Express verb معناه يعبر عن نفسه. يتكلم عن نفسه ويكتب عن نفسه. Express yourself in English. كان نفسه بالإنجليزي. Express. يعبر عنه. نوم منها طلعوا عن but expression. نوم منها تعبير. Express expression. Express expression. Next. Words noun verb. Verb معناه صوت نوع تصوير صوت ينط بصوته مش سرر يعني ده صوت انتخابات تنط بصوته تصور انتخاب يعني okay vote صوت او ينط بصوته او تصوير هي نفس الكلمه هي vote نوع verb فعل واسم okay صوت صوت vote vote next as far as I'm concerned as far as I'm concerned الخبر الثمان As far as I am concerned,
لقد اهتمام بالموضوع. As far as I'm concerned. لقد اهتمام. Next. Behind. خلف. Behind. Behind. خلف. Make the friends. يكون صداقات. Make friends. Make friends. Next. Nice to. Good to people. لطيف مع الآخرين. مع الناس يعني. لطيف مع الناس. Nice to. Good to. Next. Conversation dialogue. محادثة. حوار. Nouns. أسماء. Synonyms. مضيفين. سواء في المعنى. محادثة أو حوار. Conversation أو dialogue. Conversation. Okay. Conversation dialogue. Conversation dialogue. Next. How true. Adjective صفة معناها حقيقي. Equal real. حقيقي. Real. وtrue. True. Real. Synonyms. مضيفين. الصفات. Adjectives معناها حقيقي. True. Real. Okay. True. Real. Next. Truth. DTH. Truth. Noun. اسم. Reality. الحقيقة. Synonyms. مضيفين تاني برضه. دول صفات دول نعود صفات دول اسماء true real truth reality okay true real truth reality next a true a lost بتاع false الانتونيم بتاع false يعني حقيقي كاتب يعني حقيقي كاتب opposites antonyms عكس بعض true حقيقي false زائف او كاذب True, false, false, true, false. Next. We talk about once, tell the truth. Those of that, tell a lie. And then with that, tell a lie. Tell the truth, يقول الحقيقة. Tell a lie, يكذب. Hey, tell the truth, يقول الحقيقة. Tell a lie, يقول كذبا أو يكذب. Tell the truth, tell a lie. Tell the truth, tell a lie. يقول الحقيقة. الكذب أو الكذب تل الثروث تل الله نكست لونلي يشعر بالوحدة وحيد يشعر لونلي ناس حوالي يصبح اسمه وحيد okay. لكن ألون قاعد لوحده يقول في نغره وصوله في الألون لا ألون okay. لونلي ده شعور عم بالوحدة حتى في وسط الناس صبح اسمه وحيد لونلي وألون واضحة experience نعم اسم معنى خبرة أو تجربة في الحياة خبرة أو تجربة في الحياة وهي experience experience okay خبرة في العمل تجربة في الحياة okay experience next عندنا بعد كده كلمة اللي جاية شوفها كده مع بعض experiment نعم برضه اسم معنى إيه تجربة برضه بس في المعمل experience تجربة في الحياة experiment في المعمل experiment experiment next strong صفة adjective معناها قوي strong strong next اسمها strength او حطلها ايه e d h strength بعد القوة strong strength وطبعا strength حطلها اي ان تبع strength بعد فعل بعد قوي بترتيب كده هم strong صفة adjective قوي strength عملنا الـ ODE من الـ TH مش دي silent strength القوة strength بعد حطلها اي ان بس strength مقوي verb فعل strong strength strength strong strength strength next word stay verb noun stay فعل يقيم noun يقام verb يقيم noun يقام هي stay برضه أول stay أقامتنا وstay with أقامنا مع stay verb يقيم نون إقامة فعل يقيم اسم إقامة stay next word stay with someone يقيم مع شخص طبعا stay at a place في مكان يعني stay with الشخص من المميز stay with المكان من المميز okay
stay with someone, stay at a place. Next, exciting. صفة معناها أجر معناها مثير. Exciting match. Exciting film. Exciting. Next. Excited. مسرور. ده الشخص بقى. ده الشيء. يعني يجي الشيء. Excited الشخص. Exciting. Excited. Okay. Next. Excitement. Noun. معنى الإثارة. أو السرور. Exciting, excited, excitement. Okay, next. Reply to equal answer to synonyms. رد على والإجابة على. عفوا. Reply to answer to. ثم هذا حرف غير to. Reply to equal answer for. Answer to answer. Synonyms. أنا رد على. Okay. بس دي reply to a letter طبعا. رد على خطاب دي answer to a question. رد على سؤال. Okay. رديت عن إيميل على الإلكترون برضو answer to a question. Okay. هاتين حرف غيرته معه. Next. أي رديت عن إيميل أو letter إلى آخره etc. Okay. Answer to a question. رد على سؤال. نحله. Next. Branch. نجي فرع. شركة، بنك، شجرة، فرع شجرة اسمه رانش، إلخ، رانش، رانش. Next word. Disease, noun, equal illness, equal sickness. Synonyms الثلاثة معناهم المرض، بحسب الله. منك شجرة جميعا. Disease, illness, sickness. Disease, illness, sickness. Okay. قوانين لوحدها مريض، سكن لوحدها مريض، صفات بس. And sickness, but down. That's disease. Mold. Disease. Next. Shore. Noun, man. Shorty. Connection to the shari, or bah. It's more shore. Okay. Well, shorty, that's my beach. That village. You know, that's the ramble. That's the same thing. You know, that's the shore, beach. That's the connection. That village. Coast. The sahel, that's the الساحل في الواقع في وسط المواقع كوست الساحل الشمالي الساحل الداخل الصفة منها هي كوستر ساحلي اوكي عندي بعد كده في كلمة اسمها تراست ناون ايكوال كونفدنس سينونيمز مرادفين الثقة تراست كونفدنس تراست كونفدنس تراست ممكن تبقى فعل تراست برضه وحدها تبقى فعل يثق فيه Okay, trust. Confidence, والثقة. Trust بعد ذا يثق في الحرف الأول. Trust, confidence. Next. I trust the verb. يثق في. Okay, trust. I trust the verb. شو هذا؟ Next. Whistle, whistle. T silent. Whistle. ولش silent word. Whistle. Verb noun. صفر أو صفر. Whistle. Okay. At the end of, في نهاية. At the end of the match. نهاية المباراة. At the end of. Okay. Blow, blue, blown. They are hope. أو يصفر. Blow a whistle, يصفر. صفارة. The wind blow, الريح. Blow, what is blue, صفتات blown. Blow, blue, blown. Next. I blow a whistle like it. يطلق الصفارة أو يصفر لو أوصل أوصل بس okay لو أوصل next sing sang sang مغني verb sing sang sang sing sang sang singer but not a song الأول آسف song now أغنية song طيب singer مغني a sing song singer that's the kind of follow Sing, song, singer. Okay? Sing, what they sing, song. That's my song. That's my journey. One, singer. Next. Relax. Relax. Well, my yesterday, yesterday. Relax. 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 Next.
ريلاكسيشن ده نوع ريليشن بقى ريلاكسيشن استرخاء او استراحه او راحه ريلاكسيشن ريلاكس ريلاكسيشن ريلاكس ريلاكسيشن next word سيلفر نوع معناه فضه سيلفر سيلفر فضه نوع اسم طيب حط لها بقى واي يبقى سيلفر يبقى ادجكتيف معناها فضي لونه فضي سيلفر للنون فضة نفسها سيلفري حاجة مطلية فضة فضي اللون نفسه فضي اوكي سيلفر سيلفري نيكست سربرايز فيرب وناون فيرب يفاجئ ناون مفاجأة وهي سربرايز يفاجئ ومفاجأة سربرايز طب سربرايزد شخص ايه مندهش او متفاجئ من الشيء سربرايزنج مدهش أو مفاجئ ده الشيء ده الشخص ده الفعل surprise surprised surprising تاني كده surprise surprised surprising تالت surprise surprised surprising next island this time طبعا نوم معناها جزيرة island island جزيرة island next word run into يصطدم بيه run into يصطدم بيه أو قبل الصدفة يصدم في شيء أو الشخص بالصدفة run into a tree يصطدم بشجرة run into my friend قبل صدفة بالصدفة run into run into next catch coat coat catch coat coat catch دي معناها ايه؟ مصاب بمرض ده كذا مرض طبعا catch يمسك برضه catch a cold مصيب بالبرد catch fish يصطاد سمك okay next I must have caught a disease must have caught دي أكيد أصيب بمرض must have caught أكيد أصيب بمرض must have caught أكيد أصيب a disease بمرض بس مستم مش موضوعنا دلوقتي نحفظها كده وخلاص must have caught a disease okay أكيد أصيبت بمرض next believe verb معناه يصدق او يعتقد believe طب believe in يؤمن به طب believe ايمان او اعتقاد believe believe in I believe 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 in I believe next a coach trainer مدرب coach 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 trainer synonyms مرادفين coach trainer مدرب coach trainer next train verb or noun train verb مدرب او يتدرب طب noun قطار صح train verb مدرب او يتدرب noun قطار قطر train okay طب نعتلنا طبعا training noun تدريب training تدريب طيب join verb معناه ينضم إلى والتحق به ويجون من غير حرف جر join ينضم إلى أو يلتحق به join gang نعم معناه عصابة gang نعم معناه عصابة gang okay. gang next pain بقى plan آسف plan نوع خطة فيرب يخطط هي بلان خطة يخطط بلان بلان اوكي بلان خطة يخطط اسمه فعل خطة اسم فيرب يخطط نوع فيرب بلان نيكست عفوا جمب فعل معناه يقفز جمب يقفز ران اونتو يركض على ويجري على ران اونتو ران اونتو اوكي طيب كرو طاقم العمل على طائرة أو على سفينة أو باخرة اسمه كرو اوكي كرو 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 بتاع الطيارة كرو بتاع السفينة اوكي كرو نكست لو أجكتب الرص بتاع هاي منخفض مرتفع اوكي أنتونيمز عكس بعض لو هاي لو هاي اوكي نكست هيل
نوع من تل هل هل تل نكست سمال البيت يبدو سيء الرائحة. سمال البيت يبدو سيء من السن شم رغيدا باصبة يبدو سيء الله يبدو سيء يبدو حسب الله أجازة يعني تبدو كذا حسب الصلاة الصوبية من بعد هنا يبدو سيء الله سمال الجلد يبدو هذا الرائحة سمال يبدو من باصبة معناها السن شم من باصبة يبدو نكست mark something on the map أرمى الحياة على الخريطة mark something مكان معين أعلم المكان ده mark something on the map أعلم على شيء في الخريطة mark something on the map next hold on to a branch of a tree hold on to a branch of a tree يمسك فرع شجرة hold on to a branch of a tree يشبث أو يمسك به فرع شجرة شبث فيه يمسك جامد يعني hold on to a branch of a tree. Okay, hold on to a branch of a tree. Next, apparel, برميل, noun, اسم طبعا. Apparel, برميل. The forever, للأبد. Gun, مسدس, بندقية. Frightened dog, afraid of, synonyms of. وظيفين, hyphen, frightened dog, afraid of. Refugee, silent. Frightened dog, afraid of. Five men. Frightened dog, afraid of. Next. Frightening, مخيف. ING adjective. توصف شيء. Frightening, frightening. Okay, frightening. Next. Rock. نمرنا صخرة. Rock. صخرة. Rock. Rocky. صخري. Adjective. صفة. Rock noun. صخرة. روكي أجيكتب صخري روك روكي نكست طب أوبز بتاعها بوتوم أنتونيم بتاعها بوتوم طب قمة بوتوم قاع طب أوف ذا ماونتن أوف الجبل بوتوم أوف ذا سي قاع البحر طب بوتوم نكست بعد إيه تعمل نص تقطعوية كده نعملها مع بعض على طول بسرعة يكون معايا سهلة جدا مفيهاش حاجة عند الأفعال like, I love, like, يحب, dislike, hate, يكره, prefer, يفضل. جنبهم إيه؟ نون أو جرم. يعني نون اسم. عرفنا خلاص جرم بدل الـ ING. Okay. Love, like, يحب, dislike, hate, يكره, prefer, يفضل. جنبهم اسم أو بدل الـ ING. نون أو جرم. Okay. مثلا تاتنا. I like coffee, اسمع. More than or better than T أكثر من لاو معي معي more than or better than اسم هاب ماشي شغال أو ING بس من more than حاجتين من more than or better than I like coffee more than or better than T أكثر من لاو مع like أو مع love طبعا مع dislike مع hate طيب I prefer studying ING أو طبعا زي الباقي على طول prefer studying English to my prefer ما to دي مع prefer أفعل to I prefer studying English to history أو to studying history صح okay prefer studying English to studying history مع like more than better than I prefer to طب إذا like love is like wait prefer لوحدها ما هي مع to نحن نقول نون أو جرم اسمه محمد إي إن جي prefer studying English to history أو to studying history okay مفهومة سهلة لا تحاجة تكتب في تعليق لو سمحت next نفس الأفعال اللي فاتت بقى لو لوم وود بس يعني معنى وود يعني وود لاف وود لايك وود ديسلايك وود هيتس وود بريفير المهم تو انفلونس يعني تو مصدر I love to read. Adventures to a small mother. I'd love to read. To read. To mother. I prefer to study at home. Prefer to study. Okay? Another word, if I'm not a that's my energy. Okay, the word, but to mother. Okay. Next.
صار يبدأ بين يبدأ كونتينو يستمر تتفادى يوم تو مصدر أو جان يبدأ يبدأ مفشر دا ودا نقول من المختار نفاوض من صح okay. يعني we started to build our building a new house دا صح ودا صح نقول من المختار طيب عندنا نطلب ماتشو مني كثير مني ثلاثة موجودين وعايز واحدة منهم الاختيارات عن الثلاثة نطلب ماتشو مني عايز كثير من الثلاثة دول ظهر ازاي؟ بصوا بحضراتكم أول حاجة نطلب أم تختارها صار في جمل لي مثبتة مش منفية يعني أوكي؟ يعني بعد ذلك نطلب ووتر أي مش نفي نفي ولا سؤال قلنا مثبتة بس بعد طوف لو مفيش عدد طوف في جملة زي دي هختار ماتش عادي موجودين ثلاثة وعايز واحدة منهم أوكي خلاص الموجود هنا مختار ثلاثة بتوعده وسع جول بقى مثبتة عدد طوف طيب ماني يبقى نفي وسؤال أكيد نفي وسؤال جمع اسم جمع يعد صح يعني يعني ما في الجملة دي I don't have جملة غير اهي don't have نفي وفريندز جمعوا بيقولوا مني I don't have many friends فاش ماتش ليه؟ فريندز بتتعد واحد اتنين تلاتة المفروض جمع بقى مني او فيو كثير او قليل I don't have many friends قلنا في الفيديو اللي فات في اسماء بتتعد واسماء ما بتتعدش قلنا فيو مني وماتش وليتل اوكي رجعوا الفيديو ده هتلوه المشترك هذا عنده الفيديو ما استطاعش يشترك لازم يعمل اشتراك ويوصل الجرس تعلمت الكل انا كل فيديوهات عنده ان شاء الله اعمل لايك شير في نفس الوقت ما تكسرش يا ولاد لو انت عامل نفي هو ماني فريندز ليه ماني مش ماتش عشان فريندز دي اسم جامع واحد اوكي طيب do have سؤال او do have friends برضو مني طب ماتش برضو ثبتة ونفر جمع اسمي لا يعد اسم لا يعد اثبات او نفي اسم المفروض لا يعد يعني يا مستر يعني I don't like drinking much milk don't like نفي او much milk طب نرشش من ملك هتجمعه ازاي؟ ماشي ماتش ملك اذا قلت بقى بوتل وملك زيت لبن بوتلز يبقى زيت بس ملك زي ما هو ونفي قلت لك ماتش ملك طيب تو لايك سؤال ميكي ماتش ملك اوكي وانت موجود طول ماتش مني عايز كثير من منهم هم الثلاثة موجودين في الاختيارات موجود الوضع اختارها عادي اوكي الثلاثة موجودين اعمل بقى الفرق ده مثبتة اختار الطوب نفي وسؤال اختار ماتش او مني امتى مني لو هذا الفراغ ده في اسم جامع امتى ماتش مصر في اسمي لا يعد وصلت كده تدود بكل بساطة كده اوكي اوكي بصوا بعده او without لو قلنا بدون انا بدون جنبها لو قلنا وجنن اسم او فعل ان جي لو قلنا اسم جنن فعل ان جي بعد وزدت All everything كل كانت الحية كانت do without water صلناش عن المي without water اسم او نونا without no one can go to London عشان اروح لندن يعني without visiting يعني جي او جن بدون زيارة بيج بن without visiting بيج بن فنون without water جنت without visiting طبعا الجمل كلها مش هتطلب بس يعني ناون او جنب جنب وزوت بدون تلا واضحه نكس ميكلت يجعل يسمح جم شخص بدون مصدر انفينيتيف ميكلت سمون انفينيتيف يعني مفعول مصدر ميكلت مفعول مصدر وزن ميكلت مفعول مصدر يعني The thief
ميت الماضي الفاعل مين هو؟ مي someone هو give نظره. The thief made me give him my wallet. ده سيعلاني أعطيه محفظتي. The thief made me give him my wallet. The thief made me give him my wallet. Okay. طب let me go. The chair made a steak. Or made a steak. Made a steak. The exam again. نمتحن تاني. Okay. طيب. نبات باسف ما نقول يعني يبقى بي مين فيرب تو بي بقى مين اعطوه يا مومي تو مصدر يعني يا ولد الكلام ده يعني مين كان جنبها مفعول جنبها اسم يعني او ضمير اطلع مصدر ما فيش اطلع تو مصدر وصلت كده تاني مين كان جنبها مفعول يعني اسم او ضمير اطلع مصدر ما فيش مفعول اطلع تو مصدر طب ليت معمل باسف فهعمل لها بي الاو تبقاش ليت بقى زي ما هي واعمل ايه تو مصدر برضه يا مان يبقى بي ميد تو مصدر ميك مفعول مصدر بي ميد تو مصدر على طول وصلت كده في مفعول يبقى في مصدر مفيش مفعول يبقى تو مصدر ليت مفعول مصدر مفيش مفعول بقى بي الاو تو مصدر بص الجمله لازم نختار بقى My friend made me some money. Him some money. Made me. يبقى في مفعول ولا مفيش؟ في. مش كده؟ make مفعول بمصدر. اللي هو lend. مصدر كده؟ مفعول made me مفعول اهو يبقى lend. واللي بعدها the students were made. مفيش مفعول اهو. عايز يجي جنبها تقول مصدر. were made. اهي were made. is well made ها يبقى تو مصدر تو انفاتر صح well made تو دو الاكسرسايز اجين is well made تو دو الاكسرسايز اجين وصلت كده هنا مفعول اخترنا مصدر مفيش مفعول اخترنا تو مصدر نكست well let's ask اه مفعول اهو يبقى جنبه ايه مصدر let's ask go ده سنه متواصل بيه اسمع لنا نزل السينما مرتين في الأسبوع. Father lets us go to cinema twice a week. طب بعد كده. We're allowed. اه we're allowed. We're allowed. يبقى تو مصدر. يبقى تو ها. To the cinema twice a week. يبقى تو go. مش كده؟ طب في كمان ثلاث أفعال اسمهم allow يسمح. cause يسبب. ويسود يخنع. هم يسمح يسبب يخنع بترتيب. يسمح بسبب يخنع بترتيب من فوق يعني من الشمال لليمين عارف طبعا من اليمين للشمال نظام ايه؟ تو مصدر صح مفعول تو مصدر يعني ايه؟ ها the officer الضابط allowed soldier officer allowed the soldier جندي او العسكري عايز ايه تو ايه؟ مصدر a week off اسبوع اجازه يعني بس تو مصدر عشان لو لو يعني ده اوفيسر اهو سولجر اهو مفعول اهو جنبها جنبها تو مصدر يبقى تو تيك اوكي طيب فار كوزد ذا هاوس كوزد ذا هاوس مفعول اهو كوزد ذا هاوس نفس الكوز معناها انهار يبقى ذا فار كوزد ذا هاوس يبقى تو مصدر يبقى تو كولابس خلينا نهار allowed soldier to take caused the house to collapse allowed the soldier to take caused the house to collapse طيب my friend persuaded me أقنعني persuaded me يبقى تو مصدر يبقى تو to stop سميت تو ستوب سموكينج اوكي داوت سوجا تو تيك كوز هاوس تو كولابس سميت تو ستوب اوكي مفهومه بس هاجي في التعليق لو سمحتوا ارجوك ما حدش يتكسف ولا يرجع انه يكتب في التعليق معايا يفهم كذا عشان اروح تاني اللي ما فهمش واللي فهم ناكد على فهمه مره تانيه مفيش اي مشكله ان شاء الله
this ends our lesson today. Thank you for listening to me. شكرا لاستماعكم ليا. وأرجو انتظروا المحاضرة الجاية إن شاء الله. نحدد فيها مع بعض أو خليكم معايا في أي حتة. لو كنا اشتغلنا في دلوقتي نصدر من الجرس والهند كل حسوس طور من كل جديد حتى نعمل نسوي عمد صورة المحاضرة. وصلت الشيء الذي اشتريت لو سمحتوا شجعوني وأقدر من أولنا عمد لنراكم من هذا إن شاء الله. أعمل لايك وشير الفيديو واستقبل الطلبة سنة الشروحات لأول الله عز وجل. أتمنى لهم إن شاء الله الحمد لله. نوصل بالنجاح والتوفيق بإذن الله. تلمي تجين مشوار ذا بيست أوف لاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.